عودي لكم من جديد مشاهدي الكرام، وتحية صباحية لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا ومن سينضم أيضا تباعا له من الأعماق. كل التحية والتقدير، وما زلنا حقيقة يعني نحتفي جميعا ونبتهج أيضا بيوم المعلم العماني الذي يصادف 24 من شهر فبراير من كل عام. اليوم نحتفل أيضا بمهنة التعليم، هذه المسؤولية العظيمة والرسالة السامية، والمعلم دائما يحمل مشاعر النور لينير بها الدروب، وهو أساس كل تقدم وعمران، وأيضا يبني الأجيال خدمة وعطاء وبناء لهذا الوطن الغالي. مشاهدي الكرام، المحطة القادمة سنتحدث حول المعلم العماني، تميز وإجادة بوجود الدكتور وليد بن طالب الهاشمي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. مرحبا وسهلا دكتور، ونحن سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا، وكل عام وأنت بخير، بما أنك يوما ما كنت أيضا في سلك التعليم وكنت أيضا معلم لمادة الرياضيات حسب ما عرفنا. كل عام وانت بخير أخ سيف الأستاذ حوراء، يعني صباح استثنائي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. أهلا وسهلا. يعني رغم جائحة كورونا إلا أن نروح الاحتفال بيوم المعلم شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها، الحمد لله، وما زادها يعني تألقا وبهجة التهنئة التي تلقيناها صباح هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم من السيدة الجليلة. فكل عام والجميع بخير بإذن الله. وأنت بخير إن شاء الله. قبل الحديث حول يوم المعلم دكتور وليد، سنشاهد تقرير عن المعلم العماني، وبعدها لنا عودة إن شاء الله لنتحدث بشكل أوسع عن التعليم ويوم المعلم. كونوا معنا. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أي كلمات تفي حق المعلم، الشموع التي تحترق كل يوم لتنير لنا دروبا بالعلم والمعرفة، حاملين على عاتقهم مسؤولية عظيمة ورسالة سامية تتمثل في تعليم وتربية الأجيال لتكون مؤهلة لقيادة المستقبل. لهذا يأتي الاحتفال بيوم المعلم العماني الذي يصادف 24 من شهر فبراير من منطلق الإيمان بالدور الذي يقوم به المعلم في حمل لواء العلم ومشاعل النور لينير بها دروب أبناء عمان، رجال الغد وبناة المستقبل. إن وقفة قصيرة مع النفس نتصور من خلالها دور المعلم في المجتمع يجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به المعلم وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله، فما هذه الألوف المؤلفة من أبنائنا وفلذات أكبادنا إلا غراس تعهدها المعلم بماء علمه فانبعثت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة. ورغم الظروف الاستثنائية ظل المعلم متوهجا بعطائه، حريصا على سلامة طلابه، ساعيا إلى تزويدهم بكل صنوف العلوم. فتحية الإجلال والتقدير لكل معلم على هذه الأرض الطيبة، فيكفيكم فخرا أنكم تحملون رسالة العلم التي تعد بها الأجيال وتبنى بها الأوطان. فكل عام وأنتم بخير. بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، شاهدنا هذا التقرير الذي يتحدث عن المعلم العماني، وأيضا سوف نتحدث أكثر عن يوم المعلم والمعلم العماني مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد بن
طالب الهاشمي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور وليد، ونحن اليوم أيضا نؤكد على رفعة وأهمية رسالة التربية والتعليم، ولو نتحدث بشكل أوسع عن أهمية يوم المعلم والاحتفاء أيضا بهذا اليوم. هي أي مناسبة تشمل لحظة احتفال وأيضا تشمل لحظة تقييم لما تم، ولحظة أيضا تفاؤل للمستقبل وعمل للمستقبل. يعني الاحتفالية بيوم المعلم أعتقد أنها ليست خاصة بالمعلم لوحده، وإنما تذكرنا بدورنا كمجتمع في تقديم الدعم والمساندة والتقدير والاحترام للمعلم. أيضا تذكرنا بواجباتنا كمؤسسات تربوية ومؤسسات إعلامية ومؤسسات مدنية بأن نقف مع هذا المعلم، نوفر له المتطلبات اللازمة ليقوم بواجبه على أكمل وجه. لذلك هي ليست مناسبة لشريحة معينة، ولكنها صحيح. مناسبة لكافة شرائح المجتمع. فنتمنى إن شاء الله أن تستغل الاستغلال الأمثل، وأن تكون نقطة انطلاقة لتحقيق الأهداف والغايات التي نسعى لها على مستوى التعليم وعلى المستوى الوطني بإذن الله. نعم جميل. أما أنا فسؤالي الأول سيكون إن شاء الله تعالى عن التهنئة التي وجهتها السيدة الجليلة أيضا للمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم السنوي يوم المعلم العماني. فأنت بما أنك أيضا يوما ما كنت في سلك التدريس تحديدا، وأيضا بما أنك الآن في قطاع التعليم، فكيف أيضا تلقيتم هذه التهنئة وما الذي تعنيه للمعلمين والمعلمات؟ هو فعلا وظيفة التعليم أو مهنة التعليم بها العديد من التحديات الكبيرة، فكلمة شكرا لما يسمعها المعلم من فرد من أفراد المجتمع، يعني كطالب كولي أمر كشخص كصديق، تعني له الكثير. فعندما تأتي هذه الكلمة يعني من الأسرة الحاكمة وصاحبة السمو، فهي يعني اليوم جميع المعلمين والمعلمات الأصداء التي لمسناها في المحافظة على وجه التحديد وجميع السلطنة، يعني شيء يثلج الصدر. وكانت كلماتها ورسالاتها واضحة لأهمية التعليم وأهمية المعلم، والكل يتداولها. نعم هذه التهنئة. نعم بفرحة. نعم غامرة. نعم سواء المعلمين والمعلمات أنفسهم أو حتى أيضا. نعم من غير المعلمين والمعلمات أصبحوا فعلا يبعثون هذه التهاني للجميع، ولا أحد يستطيع أن ينفي حق المعلم، لكن كلمة الشكر التي يسمعها المعلم تعني له الكثير، وهذا ما يمكن أقل ما يمكن تقديمه للمعلم في هذا اليوم. نعم فلهم كل الشكر والتقدير بإذن الله. يعني دور كبير يقوم به المعلمون وأيضا المعلمات في تنشئة الطلبة التنشئة السليمة، وأعتقد أن طقوس الاحتفاء والاحتفال هذه السنة اختلفت تماما بسبب الظروف الاستثنائية. هنا نتحدث أكثر عن الدور الريادي الذي قام به المعلم في ظل جائحة كورونا. والله هو دور كبير. أكيد. أنا أعتقد أن نجاح التعليم المدمج في الوقت الحالي أساس المعلم. يعني الوزارة والدولة عملت بتهيئة كل الظروف اللازمة لتحقيق نوع من التعليم في ظل الظروف الراهنة. نعم. لكن الذي قام بعملية التنفيذ على أتم وجه هو المعلم في الصف الدراسي. فالمعلم كان هو المرشد، المعلم كان هو المناوب، المعلم كان هو الطبيب، المعلم كان هو من يستقبل الطلاب عند الحافلة، من يأخذ درجات حرارة. فالمعلم تعددت أدواره بشكل كبير، بالإضافة للتعليم التقني والتحديات التي واجهتهم في بداية، يعني المعلمين وإدارات المدارس قاموا بدور كبير في هذا الجانب. فلهم يعني أدوارهم ما ممكن اختصارها في كلمات بسيطة، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الجهود في تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا الطلبة والطالبات في ظل هذه الظروف الراهنة. نعم على ذات السياق أيضا، ماذا فيما يتعلق بمدى الاهتمام أساسا بالكوادر العاملة في الحقل التربوي وتجويد أيضا أدائها بما يخدم فعلا هذه العملية وبما يحقق أيضا مختلف الأهداف التي ترمو الهيئة التدريسية في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في السلطنة تحقيقها ونيلها؟ وتقديم الخدمة للمعلم مستمر، يعني كان ولا يزال، سواء من قبل الوزارة ومن قبل المحافظة مديريات التعليمية ومن قبل المجتمع ككل. وعملية التطوير جزء من تقديم هذه الخدمات، وهي تتمثل في مسائل عمليات التدريب والإنماء المهني التي تتم على مستوى مركزي من خلال معهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، أو من خلال أيضا مراكز التدريب في المديريات التعليمية. والتركيز هنا أكثر على عملية التعلم الذاتي للمعلم،
مثل ما المعلم أيضا الآن نحاول نخرج ثقافة التعلم الذاتي لدى الطالب، فالمعلم أيضا يقوم بهذا الدور في مسألة تعليم نفسه بنفسه. أيضا الوزارة تقدم خدمات الإنماء المهني، خدمات المتعلقة برفع المؤهلات الدراسية للمعلمين والمعلمات، وهذه العمليات مستمرة. لكن فوق كل هذا أعتقد لا شيء يوفي حق المعلم، يعني مهما قدمنا ومهما يعني اجتهدنا فيبقى قليل في حق المعلم. لكن ندرك أيضا أن رسالة التعليم هي أعظم من أي مقابل. رسالة التعليم هي في إعداد جيل، هي في نقل معرفة، هي في بناء معرفة جديدة. فهذه بالتالي لا يمكن أن يعني نقول قدمنا وقدمنا، لأن لا يمكن أن توفي حق المعلم. فالأول والأخير لهم كل الشكر والتقدير، ونحن بدورنا قائمين في تقديم الخدمات التي تساعدهم في تحقيق رسالتهم على أكمل وجه بإذن الله. نعم، التعليم في السلطنة أيضا يحظى باهتمام كبير ومتابعة حثيثة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لا سيما حتى في ظل الظروف الاستثنائية. وقدم أيضا الكثير من المعلمين مجموعة من المبادرات التي تخدم التعليم والتعلم عن بعد. لو نتحدث أكثر عن أبرز هذه المبادرات وأهمية أيضا هذه المبادرات. والله أنا بنفسي اطلعت شخصيا على كثير من هذه المبادرات أثناء زياراتي للمدارس وأشياء التي تصلنا أيضا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. فيعني معظم يعني المبادرات كانت في الجانب التقني. نعم، في صحيح. توصيل الخدمة التعليمية، يعني كان المعلم يحاول أن يجمع أكبر شريحة من الطلاب سواء أثناء الحصص المتزامنة أو غير المتزامنة. فالمعلمين أبدعوا، والذي أعطى هذه المساحة في الإبداع هي المرونة أيضا التي جعلتها الوزارة هذا العام في تقديم الخدمة التعليمية من خلال إدارات المدارس من خلال المعلمين. الشيء بالشيء يذكر أيضا عملية المبادرات لم تقتصر فقط على تقديم الخدمة التعليمية من خلال المنهج الدراسي، أيضا هناك مبادرات تتعلق بالخدمة الاجتماعية للطلبة، تتعلق بالخدمة النفسية للطالب نفسه. فالمعلمين والعاملين بالمدارس على مختلف تخصصاتهم قدموا خدمات كبيرة في هذا الجانب. فلا يتسع المجال لذكر كل هذه المبادرات، ولكن دورنا نحن كمسؤولين من إبرازها من خلال الإعلام، من خلال اللقاءات المختلفة، وأيضا من خلال الحسابات الخاصة بالوزارة وغيرها في هذا ممتاز الجانب. طيب، التعليم لربما من المحاور الأولى والعناصر الرئيسية في رؤية عمان 2040. كيف تقرأ أيضا الحراك الواسع فيما يتعلق بتجويد هذا القطاع وتطويره بما يلبي الاحتياجات خلال المرحلة المقبلة؟ والله الشيء بالشيء يذكر، أنا كنت في أستمع في الإذاعة اليوم الصباح لحوار لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله أبو سعيدي وكيل وزارة التعليم، فأشار للعديد من الجوانب التي تعمل فيها الوزارة حاليا لتلبية رؤية عمان 2040. ونحن على اطلاع على بعض مكوناتها الخاصة بما يتعلق بمسائل الابتكار، بمسائل حتى مسائل القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة المعلم، لأننا نعلم هناك عديد من التحديات خاصة في مجالات النقل وفي مجالات الحالات الصحية. والمعلم باستمرار، كثير من المعلمين يدركون هذه التحديات ويدركون مدى يعني الصعوبات التي تكتنف هذا الجانب، لكن الذي يثلج الصدر أن الوزارة على أعلى مستوى عاملة على تطوير التشريعات والقوانين، على تقديم الخدمات، على تمكين المدارس بحيث تقوم بدورها بأريحية. وبإذن الله يعني هذه كلها تتلائم في الخطط الاستراتيجية، في الخطة الخمسية العاشرة الحالية، وأيضا استراتيجية التعليم 2040، وبما يحقق مثل ما ذكرت رؤية عمان 2040 بإذن الله. نعم، شكرا لك الدكتور وليد بن طالب الهاشمي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا على السلامة. وشكرا أيضا لكل معلم يقدم وسيقدم لعمان الغالية، شكرا لعطائك اللامحدود. إذا مشاهدينا نتواصل معكم في قهوة الصباح، كونوا معنا.